صحبي أنا وصديق عمر بيخوني ليه بيخوني ليه أنا عالحلوة قبل المرة كنت بماشي كنت بماشي عالمرة قبل الحلوة للحلوة كنت بماشي كنت بماشي خد مني حبيبي وحطم لي قلبي يا ابوي الله يجزيه الله يجزيه يا عين وصديق عمر بيخوني ليه بيخوني ليه أنا عالمرة قبل الحلوة كنت بماشي كنت بماشي خد مني حبيبي وحطم لي قلبي الله يجزيه الله يجزيه يا عين وخطبها النفس عيد دمي حابسه وخطبها النفس عيد دمي حابسه قل لي حعمل ايه الله يجزيه يا عالم ما تحبك ليه هيخطبها لنفسه حتى لو خطبها مش هتوعب
لو بيحبك لو بتحبك هو خطب النفس هتوقف كلها خلاص هي بتحبك انت. انا مش بقول لك طعنف كفاية انت مش تفهم الكلام من اول ولا انت بتفهم حتة واحدة. بقول لك عارف القدامي وورايا ما احنا اصحاب قام راح طعني في قفايا عند الاحباب قال لهم ده صايع ده صايع ده بتاع رد بتاع كذا ده بتاع كذا حتوافق عليه ما توافقش ليه يا حبيبي معلش على ده انتوا اصحاب تمام بس هي بتحبك تمام هو طعنك ما مش طعنك اذا كان هي بتحبك هو لو خطبها وراح لابوها لا يا عمي مش موافق عليها خلاص مالك انت يا عمي بحسب في نوتي كان كتوم عشرة تلاتة في عشرة ما طلعش عشرة تلات زرعت تلت التلاتين عشرة تلات حسبت ري التلاتين عشر لترات خليك على بيك عارف قدامي وورايا ما احنا اصحاب ما احنا اصحاب قام راح طعني في قفايا عند الاحباب عند الاحباب وخطبها النفس عيد دم حبسه وخطبها النفس عيد دم حبسه انا هعمل ايه الله يجزيه عرسنا. Thank you.